هذا وتحرص شرطة البحرين على أداء رسالتها الأمنية بأعلى درجات الإنجاز، ملتزمة في ذلك بتحقيق التميز في تقديم الخدمات الأمنية، وهو أمر يلاحظه المواطنون والمقيمون خلال تعاملاتهم مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية. تعمل وزارة الداخلية على تقديم خدمات أمنية تتوافر بها معايير الكفاءة والدقة والتميز، حيث يتم بشكل دائم العمل على قياس مستوى الأداء وقياس رضا متلقي الخدمة. وفي هذا الإطار تعمل عدد من الإدارات الخدمية بوزارة الداخلية وفق منهج ثابت من الشراكة المجتمعية. تعمل الإدارة العامة لأمن المنافذ على القيام بواجباتها الأمنية والقانونية اللي تتماشى مع طبيعة كل منفذ وإجراءات السفر فيه، وضبط حركة الدخول والخروج للوقاية من الجريمة، ويتم ذلك من خلال إداراتها الأمنية والمتمثلة في مديرية شرطة مطار البحرين الدولي ومديرية شرطة جسر الملك فهد ومديرية شرطة الموانئ البحرية. طبعا هاي التدابير الأمنية التي تسهم في تعزيز أمن الوطن وتوفير السلام العامة للمنافذ ومرتاديه من المسافرين والزوار. هذه الإجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق مع جميع الجهات التي لها علاقة بحركة السفر، سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية تعمل داخل المنفذ أو خارجها، بما في ذلك الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بجسر الملك فهد. مهمة شؤون الجمارك تقديم خدمات جمركية متميزة من خلال تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع. طبعا أهداف شؤون الجمارك هي المراجعة الشاملة لسير العمل بشؤون الجمارك ومطابقتها مع المهمة، الاكتفاء الأمثل للموارد المالية والتكنولوجية والأتمتة، تعزيز الشراكة مع الشركاء والعملاء من أجل زيادة الإيرادات وتقليل المخاطر. أبرز أهداف شؤون الجنسية والجوازات والإقامة اللي تحققت هذا العام هو مشروع الربط الإلكتروني بين نظام وزارة العدل ونظام شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، واللي من خلاله يتم إرسال الأحكام الصادرة من المحاكم المتعلقة بمنع السفر أو رفع المنع من السفر إلكترونيا لتنفيذ القرارات بشكل دقيق وفوري. أيضا واصلت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على تطوير أنظمتها الإلكترونية المستخدمة، مثل نظام الترقيق قبل السفر ونظام التأشيرات الإلكترونية، من خلال تحديث السيرفرات اللي تشغل هذه الأنظمة للحصول على المعلومات بصورة دقيقة وسريعة وسهلة لمستخدمي هذه الأنظمة من موظفين شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والجهات الأمنية وشركات الطيران، وتعزيز للشراكة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المملكة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. تم تطوير الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لتبادل المعلومات بصورة سريعة ودقيقة. وتظل شرطة البحرين ماضية في أداء مهامها بروح من العطاء والإنجاز، هدفها الأساسي حفظ أمن الوطن وسلامة كل مواطن ومقيم، فلشرطة البحرين كل التحية والتقدير.